لشيلهم عنا هالمي، المد غدا مي، لا صوبه لا شية، مدنا غدا مي، وين ننام وين نقعد؟ مشان محمد شيلهم عنا هالمي، ما احنا رايدين شية. احنا ما يقل شي 800 عيلة بمخيم مجر بكفراروق، وطفنا من المي، واكثر الخيام راحت، اكثر الناس راحت تنامت عند الناس بالبيوت، وناس طافت يعني ما تقدر تطلع. الاولاد هرقوا وما في مساعدات بنوب، ولا عم نشوف شيء، يعني الوضع سيء جدا جدا سيء لابعد الحدود.